ما بقاش سرق، كل ما حاول يوم اتقدم برجع تاني محلك سرق. قلبي تعبني بحكم العادة، والأيام عمالة تمر، دايما يشرب قهوته سجادة يرجع يشكي طعم المر. ما بقاش سرق. كنت غنيت هذه الغنية بلبنان أنا وزوجي طارق وهيك يعني. انه كثير سبيسيال يعني انك بتغني هيدا الشيء، انه كثير منيح انك بتعرف هاي القعدة كثير سبيسيال. انا حبيتها يعني انه كل العالم حبيتني انا؟ انها حبيتها، حبيت هيدا الانترفيو. جاي يرتجل دلوقتي خذ لكن بتطلع انه يرتجل مشهد سوري. لا معز معز. طب ايه يلا قالت حد تاني ايه اليسا؟ ده انت جاي ده ما فيش فرصه للكلام. طيب ما فيش يا باشا خلاص. انت النهارده معز ياسين الانستجرام بتاعه معز ياسين، ادخلوا اسمعوا كل حاجه بس بعد شرع النهار. طيب بص اللي قلتها مؤخرا يعني خد بالك معظم الحاجات اللي بكتشف ان انا بقلدها ببقى قعدت فتره كبيره اتعامل بشخصيتها او بالشخصيه دي لحد ما تطلع للنور فاهمني. فانا جت عليا فتره لقيت نفسي اتكلم بصوت ابله فايته فاهمني. فلازم بقى تديني خد بالك ريسبونس عشان نقدر نتعامل. النهارده معانا ومعاكم الحس. انا احب اقول لي يا حس حس اللي تعالي يا قبله نعمل حلقه. قلت له يا روحي لا شكلنا هنعمل حلقه تولع الدنيا بس في رجاله. اللي في رجاله يا قبله انا اسمع سيره الرجاله اجري. لا يا روحي عمال يبص لي ويضحك. ايه يا اخويا مالك مش على بعضك كده؟ انت حلوه يا ابله ما ينفعش يا روحي. لا عايز يكسفني. لا عايز تاخد رقمي. ايه يا ابله الحلاوه دي يا وعدي؟ شوفي الولا. يا ابله انت بتعملي ماسكات؟ شوفي يا حبيبي انا هقول لك حاجه ما بقولهاش لحد خالص. قولي يا ابله. انا كله طبيعي يكشي بس شويه بوتوكس. بس بيقولوا لي يا ابله ان انت كده بتحبي تلعبي بديلك. انت عرفتي اني عندي ديل؟ شوف الولا. لا يا جماعه خطير والله. لا خطير والله خطير والله. بس فدي حاجه اكتشفتها بالصدفه كده. برضو اللي اكتشفتها بالصدفه شامل جخ. الله يلا بينا. بس ما تهزش بقى الكرسي. ايه ما تهزش الكرسي. بيقول لك ده في الليل. لا خالص إيه؟ والله انا اللي بقول لك علشان بقى هشام هشام لازم حركه مع الحاجات بس ماشي يلا. شعر ها؟ ايه؟ شعر. شعر بس هشام الجخ يعني استاذ هشام الجخ. الجخ. الجخ؟ الجخ. في ناس بتتلخبط كتير. انا اتلخبطت معلش يعني. عادي في ما تاخذنيش يعني. وارد وارد ما خلعتك. معلش تاخذني شرع شرعك انا اسف. يلا بينا. فكنت كان لسه اغنيه راجع بتاعت عمرو دياب نازله فلقيتني بقى جايه معايا ان انا اقول وبقول لها يا نانا راجع. بتقول لي اللي ما بينا وبتسألني ما كملناش. اسأل روحك. اسأل روحك. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وباع ببلاش. نقول تاني. اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وباع ببلاش. ردي عليك ما بجاش هيفيدك. ضعت وضيعتني من ايدك يا خسارة. بتيجي الحاجة يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش واحنا صعيدة ما بنعوزهاش. بس ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ده ده ده, ده يعني انت بتعلم ده ولا انت لا خالص هبه من عند ربنا ولا ايه؟ جت كده يعني بأمان. بس انت عايز اقول لك على حاجة. انت لازم تستغل ده يعني. هو لازم انت لازم تستغل ده. ما اعرفش بقى تستغله ازاي بقى انت تتصرف بس انت لا ينفعش يبقى يعني عندك كان جفت. كان التطور الطبيعي ليها اللي انا عشت حياتي احلم بيه ان انا ابقى مذيع راديو والحمد لله كانت ربنا يعني. يا ربي تبقى اكبر مذيع راديو في مصر والعالم العربي يا رب ربنا بجد من قلبي والله العظيم. بس فهي الموضوع جه مذيع راديو إيه؟ مش مذيع في التلفزيون. لا ما جايه بس انا بحب جدا الراديو. هدمرك وايه؟ هدمرك ليه؟ طب ما نعمل برنامج مشترك. ماشي خلاص لو كده عادي جدا بلعب معاك. لا فالموضوع جه من زمان ولما كان مدرس انا ما بحبوش كان غايب وكان صوته صوت يوسف وهبي شويه
فكان بيتكلم كده، والنهارده حصه الرياضه هنجيب جلاد، فغاب. وانا طلعت للطلبه في الفصل كده اعمل ان انا المدرس ده، وقعدت بقى مش عارف ايه واشتمه وكده يعني. وهنا بدات بقى ان انت تعرف، ولا وهنا بدات ان انا افوجئ ان هو ورايا. بس فرح طبعا معاقبني وبتاعه كده، فراح موديني للمدير. فقررت ان انا من اليوم ده انتقم. ازاي؟ رحت جايب شريط من الشرايط اللي عندي في البيت ومسجل عليه حوار ما بين المدير والمدرسين، كله بقى بيهين في كله، فهمني. جبت بقى اصواتهم معظمهم يعني. بس فيقع الشريط ده في ايد والدي ويوديه هو للمدير. واتزف بقى في المدرسة. وساعتها قررت موهبتي تطلع للنور بقى. وأحلى موهبة طلعت للنور وطلعت في شارع النهار على قناة الدهار. بص بقى يا معيز، احنا دلوقتي احنا خلصنا. انهي انت الفقرة للناس وقول لهم انتظرونا فقرات كتيرة جدا في شارع النهار على قناة النهار مع حسام المراغي. واتك قوي على حسام المراغي فعلا. طيب. تقولها بقى، قولها بقى بالدوبلاج، وقولها بالكرتون، وقولها وثائقي، وما تبصليش يعني. انت هتقولها كده، قولها بثلاث اربع مرات. البروفيل اهو، البروفيل اهو، ثلاث اربع مرات، وكان احنا بنقولها، كان احنا استنونا في الاخر. فاستنونا فقرات كتير في شارع النهار في قناه النهار مع حسام المراغي باربع طرق مختلفه، وما تبصليش لان هم هيقفلوا بعدها. استنونا في فقرات كتير وعروض وحاجات مميزة جدا في شارع النهار على قناة النهار مع حسام المراغي. دي أول واحدة، تمام. انتظرونا في شارع النهار على قناة النهار مع حسام المراغي. وبقول لكم استنونا، أيوة استنونا في شارع النهار على قناة النهار، نقول تاني مع حسام المراغي، تمام؟ كرتون بقى. لا تنسيت أهم واحدة. استنونا يا حبيب قلبي مع حسام المراغي في قناة النهار، برنامج اسمه شارع النهار وآخر حلاوة، كان مستجيف معاذ ياسين.